يعني أنا بدي أخذ منك مايسترو علاء ونروح لفلسطين. نعم. دعونا نشاهد هذا التقرير من فلسطين. كانت فلسطين قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1948 واحة للفن والموسيقى، يحج لها نخبة الفنانين العرب ليحيوا الحفلات في مدنها الساحلية العامرة. يعني الموسيقى الفلسطينية قبل النكبة كانت عبارة عن زجل وموسيقى شعبية. كانت فلسطين برضو مركز لإصدار الفنون والأغاني والموسيقى من جميع الدول العربية، يجوا يبلشوا أول عروضهم في هون في فلسطين. طبعاً اختلفت الأمور، اتحجمت الموسيقى، النشاط خف شوي كثير في الفترة هاي. الموسيقى في بلاد الشام ومنها فلسطين أخذت الطابع الشعبي الزجلي، متوارثة الذوق الفني الأصيل في مواسم الحصاد والأعراس والمناسبات الوطنية. أول شيء الموسيقى الفلسطينية والأردنية واللبنانية والسورية كلها موسيقى واحدة، يعني موسيقى بلاد الشام، ويعني هي يمكن تختلف شوي باللهجات ولكن الموسيقى كموسيقى هي واحدة. تطورت بكل بلد مع تطور الأزمان، أخذت اتجاه شوي مختلف، ولكن لا احنا مختلفين عن انواع الموسيقى الثانيه مثل مصر وتونس والخليج وهي الشغلات. فبتحس انه موسيقتنا هم لما بيسمعونا من بعيد بيسمعوها كلها موسيقى واحده، اللبناني او الاردني السوري الفلسطيني بحسوه نفس الشيء، ما بميزوا حتى اللهجه. فلا احنا تقريبا مترابطين ونفس الشيء. اوقف الاحتلال الاسرائيلي عجله الفن والموسيقى الفلسطينيين لتعود عجلة الإبداع للدوران مع الثورة الفلسطينية واندلاع الانتفاضة الأولى، تغني أمجاد شعب وتعزف لحن الحرية الخالد. بعد النكبة طبعا كنا مع الأردن، فكنا احنا والموسيقى الأردنية تقريبا موسيقى شعبية بتحكي عن المخلوطة بين الزجل والموسيقى الفلكلورية. بعدين بعد الاحتلال الإسرائيلي للنكسة فصارت الأمور شوية في إهمال في الموسيقى أو تراجع كبير، لغاية ما الانتفاضة أحيت الموسيقى الوطنية، فبرز أكم مؤلفين من الضفة الغربية من فلسطين ألحان وأغاني، كانت كلها تلحين أغاني أكثر من الموسيقى، كلها موسيقى وطنية، وبس كانت في برضو في إطار الموسيقى الشعبية.